وسلم: هذا مجلس من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا أينما كان، اللهم أمين. ولك بمثل والسامعين جميعا يا رب، تفضل. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. تفضل. قال: حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبر. لحظة، سبق التنبيه على أن أبا اليمان اسمه الحكم ابن نافع الحمصي، وشعيب هو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، والزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. وهذا سند متكرر كثيرا كثيرا في البخاري، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري. تحت باب ماذا يا شيخ؟ باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. نعم، واصل. قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك لا يخفى عليكم أن عبد الله بن حذافة السهمي سبب سؤاله هذا: من أبي يا رسول الله؟ أنه كان إذا لاح دعي إلى غير أبي، يعني يبدأ تشاتم بينه وبين واحد، قل له استنى، قل ما شوف أنت أبوك من؟ أبوك من؟ ما يعرف أبوك، أبوك فيعني يعرض الملاحي له بنفي نسبه، بنفي النسب عنه. فهو جاء وقال: من أبي يا رسول الله؟ لدفع التهمة عن نفسه. نعم، قال: أبوك حذافة. نعم. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت. هذا الحديث مختصر، وإلا فقد روي مطولا في غير باب في البخاري، وأيضا يرد هذا الحديث عند تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقد تقدم شرحه قريبا. الشاهد أن عمر برك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا الأدب يطرد أن كل من سأل سؤالا يبرك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أمام أن هذه حالة عارضة وفعلت العلة. نقول: أولا، ورد أن جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث سؤال النبي عن الإسلام والإيمان، عن الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه أحد الطرق، ولا يلزم أن تكون المسائل في كل مرة على هذا النمط، لأننا إذا أردنا أن نأخذ الأدب، أدب السؤال، لن نأخذه من حديث واحد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سئل مئات المرات، وليس في كل مرة أن السائل يبرك ويسأل العالم، إلا لو أردنا أن نجمع سفرا جليلا في كيفية السؤال، هل يجلس أو يسأله قائم أو يسأله ماشي، أو كل هذا وارد، لكن الموطن يحتاج إلى تسكين لرسول الله. فجلس عمر ووضع يديه على ركبتيه مظهرا التواضع أمام الرسول والرضا، والرضا التام، يعني: من أغضبك يا رسول الله؟ ها نحن مطيعون لك سامعون لك. فهذا قوله: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول.
وبروكه على ركبتيه، لكن لا يطرد أبدا أن كل سائل يسأل يبرك على ركبتيه، إنما إذا دعت الأحوال أو دعت الأمور لمثل هذا التصرف فعل، وإلا فباستقصاء حالات رسول الله نرى أن الأمور فيها سعة، الأمور فيها سعة. سئل وهو على الناقة، سئل وهو يمشي عليه الصلاة والسلام، سئل عند القبر، سئل عدة مسائل بأحوال مختلفة. فهذا لإظهار التواضع. أحيانا تكون هناك سنة اسمها سنة توافقية، السنة التوافقية لا يؤخذ منها أننا في كل مرة نفعلها. سنة توافقية على سبيل المثال، الرسول عليه السلام أمر امرأة فقال موري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أجلس عليها. توافقا الولد الغلام صنع منبرا لرسول الله من ثلاث درجات، ما أمر النبي أن يكون المنبر ثلاث درجات، ما أمر، لم يرد في أي نص أنه أمرها أن تصنع له ثلاث درجات، بل كان يخطب قبلها على جذع النخلة، على جذع النخلة عليه الصلاة والسلام، ليس فيها درجة ولا درجتان ولا ثلاث. فالشيء الذي يأتي توافقيا لا يقال عليه أنه سنة ثابتة، لأن بعض إخواننا يبدعون من زاد المنبر على ثلاث درجات، وليس هناك أي أمر عن رسول الله. بل من قصة الحسن بن علي وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، لما ذهب إلى أهل البصرة يستنفران أهل البصرة في موقعة الجمل، جلس عمار أسفل المنبر والحسن بن علي أعلاه، فهذا يبين في تفاوت، أسفله أعلاه في تفاوت. فالشيء قد يأتي توافقيا لم يأمر النبي فيه بأمر. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في يوم صائف فتح الأزرار، جاء واحد رأى النبي فاتحا الأزرار، جاء توافقيا، يعني إذا كان مغلق الأزرار هل نقول غلق الأزرار سنة أو فتحها نقول فتح سنة، أو جاءت أمور توافقية؟ توافقية، لأن بعض إخواننا من بلدتكم سموها، حتى أن المباحث سمتها جماعة فتح الأزرار. فالمهم يعني الشاهد، واحد جاء معايا ابن قرجاء والنبي فتح الأزرار ذات يوم، حالة توافقية، فظنها الصحابي مضطردة، فجلس الصحابي بفهمه هو لها يفتح الأزرار، فجاءت هذه الجماعة تقول فتح الأزرار سنة. طيب يا أخوان، للرسول عدة أحوال، ما سير أحوال الرسول؟ هل كان في كل مرة فتح الأزرار؟ وهل الصحابة الكبار الذين لزموا الرسول وكانوا من أهل بلده كانوا دوما يفتحوا الأزرار؟ وأن هذه حالة توافقية. وبعد إذا كان فتح الأزرار في زمننا فعل المجرمين مثلا، فتح صدر وماشي في الناس، أليست مفارقة هؤلاء ألزم؟ وبعدين أن مخاطبة الناس لازم تكون على قدر العقول يا إخوة. ففي هناك أشياء تأتي أحيانا توافقية، فشهدي أنه لا يلزم عند السؤال البروك على الركب، إنما جاءت حالات توافقية. لما غضب عمر، غضب الرسول عليه السلام، جاء عمر يسكنه فبرك عمر على ركبتيه وسأل وقال رضينا بالله ربا، وهي أنسب للكلام ومتفقة مع الكلام على التواضع. تفضل. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال الإمام: حدثنا، يعني تكرير الكلام ثلاث مرات. نعم. قال الإمام: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد. عفوا، اقرأ أول الكلام بعد التبويب. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. هذه لا تفهم أنها ثلاثة. ألا وقول الزور،
ألا وشهادة الزور ما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت، ليست مقيدة هنا ثلاث مرات. نعم. قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذا أيضا من الأحاديث التي ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح، لأنك ستجد مئات المعارضات له من السنة. ليس في كل مرة النبي يتكلم يتكلم ثلاثا، ستراه لما قال إنما الأعمال بالنيات قاله مرة واحدة، وما رجع يقول الأعمال بالنيات ما رجع، إنما قاله مرة واحدة أو كرره في مواطن أخر. لكن هل كان النبي في كل موطن يتكلم يعيد الكلمة ثلاث مرات أو المواطن التي تحتاج إلى إفهام أو إلى تحذير أو إلى تنبيه؟ بلا شك أنه لا بد أن ينزل على هذا. لماذا؟ جمعا بين هذا وبين سائر الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكلم مرة واحدة، جل أحاديثه مرة واحدة، جل أحاديثه مرة واحدة، إنما إذا احتاج الكلام إلى إفهام فعل. أما السلام المراد به هنا ومع جمع الطرق سلام الاستئذان، يعني إذا جئت أسلم على أهل بيت أطرق البيت السلام عليكم ما ردوا، السلام عليكم ما ردوا، السلام عليكم ما ردوا، أنصرف. لكن لن يمر بقول نقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أم جلوس، لم يرد هذا عن رسول الله في أي حديث واضح. فهنا الإجمال مفسر في حديث أن المراد بالسلام سلام الاستئذان، لحديث أبي موسى رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فهو سلام الاستئذان. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدث قال حدثنا أبو عوانة. مسدد ابن سرهد هو مسدد كاسمه، وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. نعم. قال عن أبي بشر عن يوسف ابن أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي إياس، ويقال له جعفر ابن أبي وحشية، جعفر ابن إياس أو جعفر ابن أبي وحشية، تفضل. عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ماهك أو ماهك مش ماهك لا عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة أرهقتنا الصلاة هكذا ماشي ماشي تفضل تفضل صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا مرتين أو ثلاثا. لا يخفى عليكم أن الفعل ثلاث مرات أو القول ثلاث مرات قد يسوغ في كثير من الأحيان، فمثلا قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، الاستئذان ثلاثة، لم يؤذن لك انصرف. كذلك قصة موسى مع الخضر ذكر مرتين وبعدها قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، لكن أحيانا يقتصر الأمر على مرتين فقط، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هنا نادى بأعلى صوته والعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، إن احتاج الأمر للتنبيه إلى أكثر من ثلاث مرات فعلنا، الحديث ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت حتى قلنا ليته سكت. فالثلاث يعني أمر أغلبي أيضا، أمر أغلبي. نعم تفضل. قال الإمام باب تعليم الرجل أمته وأهله قال حدثنا محمد
قال أخبرنا أنبأنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان محمد في الغالب محمد بن سلام نعم قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري تعرف الشعبي؟ تعرف قصته؟ أنت ما تقعش إلا على الحاجات يعني اللي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها لغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة يعني تفضلنا عليك بذكر هذا الحديث دون أن نطلب منك شيئا مقابلا وغيرك كان إذا أراد أن يحدث بمثل هذا الحديث يرحل دولة ثانية حتى يتعلم هذا الحديث يعني الشعب أن العلم ييسر لك الجزء الأول من هذا الحديث له شواهد في التنزيل أولئك الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين وكذلك قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته فهذا شاهد لأن الكتابية إذا أسلم له أجران أجر اتباعه لرسوله الأول وأجر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصل وهم في بعض طرق هذا الحديث حصل وهم شديد فركب على هذا السند متن آخر وصححه بعض العلماء الأفاضل وغفل عن هذا الوهم صح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بناء على الوهم الذي حدث ركب على هذا السند متن آخر وهو حديث ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم فذكر منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أقرض رجلا ولم يكاتبه لم يكتب يعني اللي وذكر ثالثا لا يحضرني الآن ركب هذا المتن على سند حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وصح به هو غلط هو غلط وقد نبه على ذلك الحفاظ وأرجو مراجعة كلام الحافظ ابن كثير أما قوما لهم لا لا أرجو مراجعة تفسير الحافظ ابن كثير من تفسير آيات الربا ركب متن آخر وهو متن ثلاثة يدعون ربهم فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أقرض رجلا ولم يكاتبه رجل أقرض رجلا ولم يكاتبه وذكر الثالث نعم تفضل ها أيوة رجل أعطى ماله سفيها زاره ولم يكاتبه تفضل قال الإمام باب عظة الإمام النساء وتعليمهن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس عطاء ولا عطاء عطاء من عطاء ها من المتكلم باللغة العربية عطاء إذا
أين النمر الذي دعا زي أصم ولا غائب يعني صحيح فيها الفتح جواز التمييز هذا الظاهر أعطى ماشي تفضل. قال عن قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة. لم يسمع عندك أو لم يسمع؟ يسمع الاثنين متحملان. يعني ظن أنه لم يسمع النساء لأنه خطب عند الرجال وظن أن النسوة لم يسمعن. نعم. فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف؟ مش ممنوع من الصرف، تأخذ الحركات. نعم اسم ممدود، أحسنت. الآن في الحديث من الفوائد جواز موعظة الرجال للنساء إذا أمنت الفتنة. ثانيا في بعض طرق الحديث أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت وبما يا رسول الله؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي جواز تكليم النساء والرجال، فيه من الفقه جواز تصدق المرأة من مالها الخاص بغير إذن زوجها، جواز تصدق المرأة بغير إذن زوجها، فيه أيضا من الفقه استعمال النساء للحلي خلافا لمن منع النسوة من التحلي بالذهب. فهذه بعض الفوائد من هذا الحديث. فيه جواز تكرير الخطبة إذا احتاج الأمر إلى ذلك، لأن النبي خطب في العيد ثم اتجه إلى النساء لما رأى أنه لم يسمع. على الغرار لم يسمع لم يفهم أيضا، فإذا كان مثلا في مساجد فيها عرب وجاليات أخر، عرب وجاليات أخر، فأحيانا الخطيب يخطب العربي باللغة العربية وبعد أن يخطب باللغة العربية يصلي ويقوم الشخص آخر يترجم الخطبة بكل بلغته، فهذا مستند للقائلين بهذا، والله أعلم. نعم إلى هنا، بارك الله فيك وشكر الله لك. يقصد أن حديث كان إذا سلم ثلاثا، قد يكون روي مختصرا فأخلى الاختصار بالمعنى، وخاصة روي عبد الله بن المثنى وفيه بعض الكلام. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله، وشكر الله لك يا شيخ يحيى وبارك الله فيكم. وغدا يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.